السلام عليكم طلابي الأعزاء، اليوم راح أبدي بأول طريقة اللي هي يعني بالفصل الرابع. راح أنطي الطرق للحل، وبعدين راح أبدي يعني أحل مثال على كل طريقة، وبعدين أشرح الباوربوينت الخاص بها. فأول طريقة هي عندي أني اللي هي أول طريقة هي اللاين انتجرال. اللاين انتجرال الصيغة العامة إليها هي التكامل على سي بأف أوف زد دي زد تساوي تكامل من أي إلى بي أف أوف زد زد برايم أوف تي دي تي. طبعا التكامل العقد يختلف عن التكامل بالمجال الحقيقي في كونه التكامل يكون على كنتور اللي هو هذا السي اللي دا اقصد به التكامل على كنتور. بالتالي اقدر احول التكامل من سي الى تكامل من نقطة اي الى نقطة بي. هناخذ مثال توضيح يعني يكون مفهوم بالنسبة لكم. find the value of تكامل C Z تربيع DZ when C is the line for a segment from z تساوي صفر a to z تساوي 2 زائد i solution. طبعا بالتكامل العقدي اول شيء اسوي ارسم السي، لازم اول شيء اسوي بالتكامل ارسم السي. زين ايش نعطيني السي؟ هو من هذه النقطة الى هذه النقطة. اذا هاي النقطة لا اكتبها بشكل زوج مرتب هي صفر صفر. ليش؟ لانه الاي مو موجود، معناته قيمته يعني معامل الاي مو موجود، اذا قيمته صفر الى النقطة 2 بواحد. فاجي هاي النقطة هي صفر صفر اللي هي زد 1، وهذه عندي 1 2 هنا أنا 1 2 بواحد. اذا هذه هي النقطة، اذا هذا هو السي، الاتجاه السهم مطلوب، اذا هذا هو السي. اذا التكامل هو من النقطة صفر صفر الى 2 1. زين اجي اطبق الصيغة، انا المفروض استخدم هاي التكامل على سي اف او زد دي زد يساوي تكامل من الصفر او من الاي خلينا نقول الى البي اف او زد زد برايم دي. زين لازم اكو فد ربط بين قيمة الزد وقيمة الفترة اللي دا اريد اكامل بالنسبة لها. اول خطوة شلون راح اوجد هاي العلاقة ما بين الاكس والواي؟ راح اجي افرض الزد يساوي اكس زائد الواي. شلون راح اطلع العلاقة ما بين الاكس والواي؟ خلي اقول انا من يا نقطة دا اريد من صفر صفر الى الواحد الين واحد. اذا ما نقدر راح استخدم قانون الميل اللي هي y2 ناقص y1 على x2 ناقص x1 تساوي y ناقص y1 على x ناقص x1. من هذه راح اطلع العلاقة ما بين الاكس والواي، راح يصير عندي واحد ناقص صفر على 2 ناقص صفر تساوي y ناقص الصفر على x ناقص الصفر. منها احصل ال y على x تساوي لي نص، بالتالي ال x تساوي لي 2 1. خلصت هاي. هسه راح اجي اروح على الزد الاصلية مالتي، راح اجي اعوض بدل كل x شنو ب 2 y، او لا راح اشوف شلون ايش راح اسوي. انا عندي صارت الاكس تساوي لي 2 واي. زين راح اجي افرض الاكس تساوي تي،
إذا الواي إيش قد تساوي لي؟ تي على 2. ليش؟ لأن أنا أريد أسوي فد علاقة ما بيناتهم تعتمد على متغير واحد، تي هي بين الصفر وما بين الاثنين. ليش؟ هسه لما أجي أعوض الصفر، عبارة تي صفر، إيش راح أصير الإكس؟ صفر صفر، إذا هي هاي من النقطة صفر صفر إلى. لما أجي أعوض بدل التي 2، إيش راح أصير؟ 2 2 على 2 1، إذا حصل النقطة 2 1. إذا معناتها وجدت علاقة ما بين الإكس والواي باستخدام المتغير تي، راح أقدر أعوضه بال بهاي الصيغة. هاي طريقة. أو أقدر أفرض الواي تساوي تي والإكس تساوي إذن 2t. إذن t هي بين الصفر وما بين الواحد. هسه لما أجي أعوض الإكس صفر t صفر صير صفر 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 صفر. لما أعوض ال t واحد يصير اثنين في واحد اثنين اثنين بواحد اللي هي نفس النقطة. إذن تقدرون تستخدمون أي من المسارات هذه أو هذه لفرض المتغير. أنا راح أجي أفرض الزد تساوي لي هذه، راح أجي أفرضها على هذه الصيغة، راح أستخدم هذه للسهولة لأنه ما بها كسور، وقيمة التي بين الصفر وبين الواحد يصير علي أسهل، وتقدرون تستخدمون يطلع نفس الناتج. زين، إذا أنا فرضت الزد سابقا إكس زائد أي واحد. زين، الإكس إيش قد؟ 2 تي. زين، والواي تي هذه زد. زين انا محتاجه بالصيغه زد برايم همين، ايش راح اصير؟ 2 زائد اي. خلصت. اجي الاف اوف زد شنو هي اللي دارت اكاملها؟ هي زد تربيع. راح اساوي لي 2 تي زائد اي تي بين قوسين تربيع. خلصت اللي احتاجه. راح اجي اقول التكامل، احنا قلنا سي على سي اف او زد في زد يساوي تكامل من اي الى بي، صارت من الصفر الى الواحد. اف او زد هذه صارت عندي 2 تي زائد اي تي تربيع. زين زد برايم منو؟ 2 زائد اي دي تي. خلصت الحل. اجي اقول هسه هذه استخدم الطرق العامة للتكامل. هسه عندي 2 تي زائد ان اي تي هذا مرفوع لقوس، شنو مشتقات داخل القوس؟ 2 زائد اي اللي هي موجودة، اذا معناته تكامل هاي الدالة هو 2 تي زائد اي تي بالقوة 3 على 3. حدود التكامل من الصفر للواحد. اجي اعوض الواحد شو يصير؟ 2 زائد اي تكعيب على 3. لما نعوض الصفر يطلع لي الصفر على 3. إذا الناتج هو 2 زائد اي على أس 3 على 3. طبعا أقدر أبسط المقدار هذا يعني بالتبسيط، راح يصير عندي 2 على 3 زائد اي داش على 3، يعني هذه راح تضربوها 3 مرات، يعني 2 زائد اي في 2 زائد اي في 2 زائد اي، راح يطلع لي الناتج النهائي بهذا الشكل. شكرا. هاخد مثال ثاني اللي هو يعني لإيجاد التكامل باستخدام اللاين انتجرال، هو التكامل على سي زد كونجوجيت. سي is the upper half of the circle. مطلق زد يساوي واحد. From زد يساوي سالب واحد to زد يساوي واحد. سالب.
احنا قلنا لما يجينا تكامل اول شيء راح نرسم السي، فهو ايش دا يقول لي؟ دا يقول لي ترى السي هي عبارة عن سيركل مطلق ذات يساوي واحد. اتفقنا بالمحاضرات السابقة انه المطلق ذات يساوي واحد هي عبارة عن دائرة مركزها صفر ونصف قطرها واحد، فهاي اللي هو واحد. هذه هي عندي السي اللي هو نص الدائرة، لأنه يقول upper half of the circle، إذا هو النصف العلوي من الدائرة، من الـ z تساوي سالب واحد إلى الـ z تساوي لي واحد. إذا هذا خلصت السي حضرته. إذا التكامل أجي أكتب القانون، التكامل f of z dz يساوي تكامل من a إلى b f of z is a prime a of t dt. زين، احنا دائما بالخط المستقيم استخدمنا معادلة الميل على مود نوجد العلاقة ما بين الاكس والواي. اذا كان التكامل على الكيرب راح اجي افرض الزد تساوي اي تو ذا اي ثيتا، اذا زد برايم هي اي اي تو ذا اي ثيتا. خلصت الاشياء اللي احتاجها. زين، الاف اوف زد هي شنو؟ زد كونجوجيت، اذا معناته راح يصير اي تو ذا اي ثيتا كله كونجوجيت، هذا راح يساوي لي اي تو ذا اي ثيتا كونجوجيت وتساوي اي تو ذا سالب اي ثيتا. اذا معناته ايش عندي؟ راح يصير التكامل على السي اف اوف زد دي زد يساوي لي. زين، التكامل هو ايش دي يصير على نص دائرة؟ زين، الزاوية اللي على الدائرة كلها هي من الصفر ل 360، إذا نص الدائرة ايش راح يصير؟ من الصفر إلى الباي، اي تو ذا سالب اي ثيتا اللي هي اف اوف زد. زين، المشتقة زد برايم اللي هي اي اي تو ذا اي ثيتا. الإشارة بالسالب، ليش إشارتنا بالسالب؟ لأن الكيار هو من سالب واحد إلى الواحد، يعني أنا ما أخذته مع عقرب الساعة، فإذا لازم هو يصير عكس اتجاه عقرب الساعة، يلا أقدر أكامل، فبالتالي راح يصير عندي سالب اي تو ذا سالب اي ثيتا في سالب من الصفر إلى الباي. مشتقة اي تو ذا سالب اي ثيتا هي اي سالب اي اي تو ذا اي ثيتا، السالب موجود اي اي تو ذا اي ثيتا موجود، اذا راح يصير عندي او اقدر اقولها اي تو ذا سالب اي ثيتا في اي تو ذا اي ثيتا حصير اي تو ذا زيرو فهي واحد، فصير هنا انا دي ثيتا اي دي ثيتا، فاذا راح يصير عندي سالب اي ثيتا حدود التكامل الصفر للباي وتساوي لي سالب، هذا هو نتيجة سالب باي، هذا نتيجة التكامل الأقدم. شكرا جزيلا.